يا عم في ايه؟ يا عصافر بتتكلم يا عربي ولا انتوا جبابره وربنا اللي هو المدير على المعده دي وربنا قول له ينزلني انا عايز انزل في الصحراوي اهو تعالوا سلموا عليه هو ده حبيبي طب الحمد لله الحمد لله استاذ عبد الله مشرف جاي مخنوق خنقه السنين اول ما السواق بتاعنا قال له الحمد لله على السلامه يا استاذ عبد الله هنشوف قال ايه ازاي صح الحمد لله على السلامه يا استاذ عبد الله وصلنا الساحل الشمالي يا استاذ يا ابني ده 10 مره تقول لي الحمد لله على السلامه هنوصل امتى 10 ده يا استاذ في 10 ده ايه امتى انت بقالك 6 ساعات لحد ما جيت هنا موبايل بيغني اصلا الو ايوه مين الله يخليك مين معايا مين معايا فين ايه مين معايا سيف ايوه يا سيف الله يخليك حبيبي في حاجه إيه؟ طيب ماشي ماشي يا حبيبي ماشي بس انا في شغل الوقت معلش معلش يا ابن حازم يخرب بيتك لا ده انت حكاية انت مش معقول ابدا مش معقول يا ابن ال يا ابن ال وقف العربية بص بص وقف العربية يا ريس العربية بتنطش مني مش عارف في ايه لمبة التشيك ايه لمبة التشيك دي ما تشوفها ما تشوف يا ابني في ايه خلي بالك من العربية اللي قدامك دي ربنا يستر يا استاذ ربنا يستر لا لا مش عارف في نتشه كده عندي غريبه مش عارف في ايه هي نتشه ايه يا ابني العربيه بتنتش مني العربيه ايه يا ابني ده ايه يا ابني ده بتنتش مني مش عارف مش عارف تسوق العربيه لمبه نورت ايه ازاي تدوك العربيه دي ازاي تدوك تسوق عربيه ازاي تجيب انت بتجيب الناس فين بتوصل الناس ازاي انت اساس يا استاذ يا ابني وقف العربيه يا ابني وقف العربية وقف العربية وقف العربية يا ابني وقف العربية انت هتجنني وقف العربية بقولك وقف العربية يا استاذ عرفت تنتش يا استاذ يا استاذ عبد الله عرفت تنتش بقولك وقف العربية الحمد لله على السلامة يا استاذ الساحل اهو المية جميلة اهو الساحل الشمالي والمية جميلة انت يا ابني بارد انت في ايه يا ابني بص جمال البحر بص جمال الطبيعه يخرب بيتك يخرب بيتك على برودك يخرب بيتك يا ابني بتهدي في ايه لمبه البنزين يا استاذ مالها ايش ها ايه ما فيهاش بنزين مش عارف في في ايه مش فلوس واحد فين مش عارف فلوس ايه عايز ايه يا ابني عايز ايه خلصني عايز ايه عايز ايه يا ابني قول الفلوس ثواني يا استاذ عبد الله ايه الاستباع اللي احنا فيها دي في ايه يا ابني ما تتكلم فلوس وقعت مني وانا مش عارف راحت فين ده ابن كلب بقى هدوها على الفلوس فلوس ايه يا ابن الفلوس وقت مني يا استاذ فيها يا استاذ هحط بقى بنزين يا استاذ
في بنزينه قدامنا. انا نص عليك شمال يا باشا. طيب شكرا. كل مره فنان والله. الله يخليك. هيمزح لك هنا يا باشا؟ لا مفيش حاجه، مفيش حاجه. ماشي يا باشا. يا ابن حازم رجلي. ما هي مشيت العربية اهي. بس بتقطع مننا يا استاذ. في يا استاذ عايز 200 جنيه يا استاذ عشان احط بيهم بنزين. فين البنزين يا ابني؟ انت استاذ خدت فلوس مني يا استاذ ولا ايه؟ خدت فلوس ايه؟ استاذ كان فلوس وقعت تاني وانت عمال. انت قليل ادب يا ابني. استاذ كانت هنا الفلوس مش عارف واحد فين يا استاذ. اللي كان معايا فلوس يا استاذ مش عارف واحد فين انا. بس لما نوصل هناك. حاضر حاضر. عايز 200 جنيه بس يا استاذ احط بيهم بنزين بعد اذنك واقوم واحد الانتاج قدام مساعدتك. لا 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 انت حكايه. بعد اذنك يا استاذ عبد الله. لا انت ما تنفعش ابدا تشتغل الشغلانه دي. ما تنفعش تشتغل ابدا كده. لو سمعت ابدا. لو سمعت عايز مين اللي بعتك عشان تشتغل شغلانه زي دي؟ انا سواء من زمان. انا اتبهدلت. سواء من زمان يا استاذ. سواق ايه وزفت ايه يا شيخ؟ انا عفريت الاسفلت يا استاذ. الناس كلها بتحسدني. انت شارب حاجه يا ابني؟ شارب حاجه؟ عيب الكلام ده يا استاذ. عايز تقطع عيشي؟ قطع عيشك؟ ده انت هتقطع عيشك فعلا. مش عارف فين البنزينه راحت. فين فين البنزينه؟ اب بس خد 200 جنيه اهو. العربيه دي بتاخد قد ايه؟ 200؟ ده قال لي واجب ده يا استاذ. قال لي واجب ايه؟ العربيه بتاخد كام بنزين؟ العربيه بتاخد كام بنزين؟ قال لي واجب تاخد بكتير. انا مش فاهم لغتك دي. بتاخد كتير ده يا اخو؟ قال لي واجب. انت مش عارف العربيه بتاخد قد ايه بنزين؟ فين البنزين يا استاذ؟ ايه سلام ولا ايه عشان ما اخش البنزين ناس تمسكنا؟ سلام 200 جنيه سلام. اطلع عدى. انت باين عليك مجنون ابن ك. ادخل بنزينه اهي. دخلها دخلها اهو. ادخل بنزينه. مش مدي اشرب ولا تلات ايام انا. ادخل البنزينه يا ابن حاسب. يا ابن عازب. بدخل بنزين اهو. بتنتش مني يا استاذ. في ايه؟ يخرب بيت اللي خلاك سواق. اهي يا استاذ. يخرب بيت اللي خلاك سواق. ايوه يا باشا. انا انت بعت لي يا استاذ سواق غريب جدا. انا بقالي 7 ساعات في الشارع يا استاذ. من ثواني يا استاذ احط بنزين. مش معقول كده. انا بقالي 7 ساعات من ساعه ما طلعت من مصر. وبعدين سواق عمال مطبط. مش معقول ابدا يا استاذ مصطفى كده اللي انت بعتهولي ده. يعني انا غلبت فيه. قول لي هتقطع عيش هتقطع عيش هتقطع عيش. استاذ 5 لتر ثواني بس عشان بحط بس بنزين. خد مني 200 جنيه بيقول لي 5 لتر. سواق مع عبد الله مشرف بيمون بنزين. انا مش بقول لك ده مجنون يا استاذ. سواق مع الفنان. لفوا بقى الناحيه الثانيه. لفوا يا عبد الله. اهو سامع صوته. اهو لفوا بقى. ده بيلعب عبد الله يا استاذ. ده مجنون. سواق مع عبد الله. ايوه يا استاذ. انا مش عارف هنوصل امتى. انا مش عارف اوصل لك امتى. مش فاهم معايا. بقول لك انت بعت لي سواق. انا مش معقول كده يا استاذ مصطفى. انا تعبت. انا عايز اروح. انا عندي شغل. الو طيب ايه بس يا مصطفى؟ انا مش فاهم. انا يلا قول يلا قول. استاذ عبد الله اهو اهو. مجنون والله يا استاذ مصطفى. استاذ عبد الله اهو. اتفضل. ده بينزل العربيه اهو. انا يمكن هتحصل حادثه. استاذ عبد الله اهو. انا هنزل هروح البيت.
بعد اذنك مش جاي لك، مش جاي لك اهو انت اهو. طيب يا استاذ مصطفى، وقف يا ابن العربيه، وقف يا ابن العربيه، وقف يا ابن العربيه، وقف. انا بقى مجنون والله، والله مجنون استاذ عبد الله، والله العظيم انت مجنون يا ابن ال يا ابن حازم. وقف العربيه يا ابن ال استاذ عبد الله اهو. انا غلطان، انا غلطان اللي ما مشيتش، انا غلطان، انا غلطان. ها استاذ عبد الله يا ابن حازم اهو اهو. استاذ عبد الله اهو يا ابن حازم العربيه، حازم العربيه يا ابن. وقف العربيه استاذ عبد الله اهو. وقف العربيه هنا قصدك يا ابن. وقف العربيه شال تايبوز، شال تايبوز. وقف العربيه يا ابن استاذ عبد الله اهو. وقف العربيه هنا. اللي بيعمل القطه عبد الله مشرف جاي مخنوق على الاخر. التليفون ده والصوت ده وازاي الصحه؟ صوت القطة الحقيقية دلوقتي. دي مش الحقيقية، الحقيقية الأولانية. ايوه مساء الخير يا فندم. عبد الله مشرف. اهلا اهلا، حضرتك منورنا. الله يخليك يا فندم. اهلا وسهلا، حضرتك شغال معانا هنا في الاوتيل؟ ان شاء الله. انا جيت في الاوتيل. بقول لحضرتك انت ماسك قسم ايه؟ ايه؟ ماسك قسم ايه؟ بقول لحضرتك انا الاوضه سامع فيه. انت في الهاوس كيبنج؟ ايه؟ انت في الهاوس كيبنج؟ في صوت. مديرك اسمه ايه؟ انت تبع مين؟ انا عبد الله مشرف الممثل. الممثل انا اسف. ايوه يا استاذ، انا بقول لحضرتك انا في الاوضه دلوقتي في صوت قطه في الاوضه. انا اسف حضرتك. أنا عبد الله مشرف الليبي صح؟ يا استاذ انا بكلم حضرتك من الاوضه. الليبيين كتير فعلا هنا عندنا في الاوتيل. ايه؟ فعلا الليبيين كتير قوي. حضرتك تبع انهي جروب؟ يا استاذ انا مش ليبي. امال ايه؟ يا استاذ انا عبد الله مشرف الممثل. الممثل الاردني يعني؟ يا عم لا، الممثل اللي في فرقه محمد صبحي. اللي بتعمل ايه محمد صبحي؟ لا استاذ، مين اللي معايا؟ مين اللي معايا؟ بس عايز اقول لك الاوضه فيها قطه. القطه اللي انا دخلت فيها سامع صوت قطه. لا حضرتك طالب قسم المرض. يا استاذ انا بقول لحضرتك انا سامع صوت قطه في الاوضه. احنا في معاك حد في الاوضه. انا انت لا تبع مين؟ لما الاوضه تتحرق انا اجي اطفيها. انت مين حضرتك بس بتكلمني؟ مين تتحرق ايه بس؟ مين؟ انا قسم المطافي. انا مالي اللي مطافي ايه؟ طيب نمره كام الاستعلامات؟ استعلامات الله يسامحك، الله يسامحك، روح الله يسامحك. يلا ده انا مش فاهم انا ايه ده. حد من الاوتيل؟ ايه الاوتيل ده؟ الو الو. يس هو سبيكينج مستر عبد الله مشرف. يا استاذ انا بقول لحضرتك مين سبيكينج؟ ايه الخارط ايه في الكتف؟ مين اللي بيعصب؟ افتح الباب، افتح الباب، افتح الباب. مين؟ السلام عليكم. الصيام يا فندم. مهندس السلام يا فندم. حضرتك تعرف تليفون؟ يلا.
لا انا ده في قطه كانت هنا. طب دور على خش يا ابني شوف شغلك. خش شوف شغلك في بتاع. خش شوف شغلك. حاسب الشنطه بتاعتك يا ابني. ما كانش يومك النهارده يا ريس. ايه ده يا استاذ ده؟ ما كانش يومك. ده المايك بقى عشان انت معكش مايك هنحط ده كده يا ريس. ده مش معقول يا استاذ ده. ده من مصر لحد هنا. ده انا اتجننت في العربيه واتجننت هنا. انا قلت ده في تقلب فعلا والله العظيم. الناس بقت متخلفه انا قلت في ايه؟ انا حصلت لي مواقف كتير بس الاول مره يعني موقف زي ده من اول منزل بيتي. اركب عربيه يحصل فيها كل ده وادخل اوتيل يحصل فيه ده كل ده والمشوار 300 كيلو من مصر تعدي هنا يعني بصراحه موقف انا قلت الدنيا فيها ايه. انا الناس اتغيرت من السواق لهنا الناس غريبه. انا قلت انا اتجننت ان الناس اتجننت في ايه. انا شايف الناس مختلفه ازاي. وما كانش يوم انا فعلا عبد الله. انا اسف للجمهور ان انا شتمت وعملت كده واسف للبرنامج ان انا قلت يعني ضربت الناس اللي اشتغلوا ويعني بس موقف ما تبنهوش لاي حد يقع فيه. وخوفي كله كان من قطه في الاوضه. انا بخاف من القطط. وما كانش يومك يا عبد الله.